أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة عامة على الكتاب المقدس النهاردة آه هنتكلم عن رحلة بولس الرسول الثانية وطبعا لما نتكلم عن رحلة هي مش رحلة هي فترة كرازية بيقضيها بولس الرسول خارج وبعيد عن كنيسته آه المحلية وبيقضي أوقات طويلة بولس مش رحلته لمدة شهور لمدة سنوات اكتشفنا في رحلته الاولى مفروض انه قضى من 45 يعني سنه 45 لغايه 48 وسنه 49 كان في المجمع اورشليم اللي هو في الاصحاح 15 في صح 16 بقى هيبتدي رحلته في آه الثانيه ودي اخذت من آه سنه 50 ل 53 برضك اخذت لها ثلاث اربع سنوات فخلونا نسافر مع الرحله انا هاخد مجموعه حلقات عن ما يسمى استراتيجيه بولس في الكرازه استراتيجية بولس في الكرازة مبنية على الثلاث رحلات مش على رحلة روما الأخيرة لأن رحلة روما الأخيرة كان رايح مسجون يعني ما كانش حر زي رحلاته الأولى اللي هو بيخطط ليها وبيبتدي يتحرك للكنائس ويبني كنائس ما كانش في فرصة في رحلته إلى روما أنه يبني كنائس هو كان في المركب ولغاية لما وصل إلى السجن في روما اللي قضى فيه سنتين بحسب أعمال 28 عدد 31 لكن فيما عدا ذلك إحنا بنتكلم في الثلاث رحلات الأولى اللي هو كان بيخطط ليهم يقول الكتاب كما رتب يعني يعني أكثر من مرة فكرة الترتيب فكرة إنه لما بيقابل ناس بيبقى مرتب معاهم بولس مخطط من الدرجة الأولى لكن أيضا منفتح لعمل الروح القدس في حياته وده اللي هنشوفه في رحلة آه التانية بشكل واضح يعني هندخل عليها دلوقتي خطوة خطوة هي الرحلة دي أخدت 21 خطوة منه وهنشوف مع بعض إزاي الرحلة دي ابتدت وإزاي انتهت ابتدت من مكان وانتهت في نفس المكان ورحلة بولس الرسول عادة بتبتدي من نفس المكان ده وبتنتهي في نفس المكان ده دائما وال والنقطة المركزية دي نقطة الانطلاق ونقطة النهاية هي دايما كنيسته المحليه في آآ في انطاكيه سوريا نشوف مع بعض اعمال بحسب الخريطه اللي قصادنا الكلام بيبتدي من اعمال 15 بيفترق بولس عن برنابه هنا في انطاكيا المكان اللي قضوا فيه زمن طويل بعد الرحله الاولى يقول ايه بعد الرحله الاولى الكلام ده في صح 14 ولما حضرا اللي هم بولس وبرنابه في نهايه الرحله الاولى وجمعا الكنيسه هنا بنتكلم عن كنيسه انطاكيه سوريا أخبراه بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب للايمان وده اللي فتح عليهم كل القضايا فكره انه ربنا فتح ليهم باب للامم وده موضوع لصح 15 كله ازاي ان بولس وبرنابه بيوصلوا الرساله للامم. يقول الكتاب في عدد 28 اخر ايه في الاصحاح ال14 واقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. في الاصحاح اللي بعد كده بعد ما المجمع خلص مجمع اورشليم الاول خلص يقول الكتاب اما بولس في عدد 35 اما بولس وبرنابه فاقاما في انطاكيا وهي نفس الكنيسه. نفس المكان أنطاكية سوريا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب هو ده اللي كان بيعمله بولس الرسول أنه باستمرار بيرجع لكنيسته المحلية بيقضي معها وقت بيكرس فيها بيعلم فيها بيخبرهم بكل أخباره في الرحلات اللي قبل كده ومن هناك من هناك بقى هم بيرسلوه مرة تانية فاللي حصل بعد أيام افترقوا هما الاثنين يقول في 15 أه 40 صح 15 وعدد 40 اما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الاخوه لازم الاخوه هم اللي يدوا البركه هم اللي بيأيدوه هم اللي بيرسلوه مستودعا من الاخوه الى نعمه الله طلع من انطاكيا الى سوريا دي سوريا طبعا دي منطقه مش بنتكلم عن نقطه ومن سوريا الى كيليكية برضك مقاطعة كبيرة كيليكية مقاطعة كبيرة فاكتازة في هنا بنتكلم عن بولس بقى فاكتازة في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس انطاكيا واحدة من الكنائس المنتمية لسوريا لكن واضح ان في الكنائس كان بت... بتتزايد يعني النمو كان مستمر في الكنائس في كنائس بتتفتح كتير فهو كان بيعمل بي... ايه يشدد الكنائس في سوريا وكيليكيه، الكلام ده هنقراه في أعمال 15 40. بعد أعمال 15 40 16 عدد واحد بقى. ثم وصل إلى دربه ولسترا. في الحته دي بقى بحسب 16 وعدد واحد هينضم إليه مع وجود سيلا، يعني هو هيخرج من هنا مع سيلا. وهيفارق ااا آه برنابه لكن هنا هينضم ليهم تيموساوس هيبقى من ضمن الفريق واستلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امراه يهوديه مؤمنه لكن اباه يوناني وكان مشهود له من الاخوه الذين في لسترا وايقونيه يعني سمعه تيموساوس دي كان في المنطقه دي اللي هي تقريبا تبع الغلطية هم اخذوا واذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ. بيتكلم هنا عن اعمال 15 القرارات المجمعيه القرارات النهائيه هي دي الاحكام اللي بياخدوها للكنائس، الكنيسه اتفقت على ايه؟ فيما يخص الامم اللي بيجوا للمسيح. فكانت الكنائس يعني كان بقى عن دربه وليسترا وايقونيه، كانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم. عارفين زي النهضات باستمرار بقى نلاقي الكنايس دي بتتملي بولس الرسول جه فالكنايس بتزيد بتتشدد بتتقوى النهضه بتزيد في والعدد بيزيد فيه في في الكنايس دي وبعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلطية الترتيب هنا مش صحيح الترتيب هي كورة غلطية وفريجية ليه بيحطوا هنا لانه كورة غلطية هي الأهم هي اللي فيها العمل اللي في معظمه، يعني يعتبر أه انتقد بيسيدية هي اللي لفريجية. لكن هنا بيتكلم عن معظم الكنائس دي مرتبطة بغلطيا. بعد كده بيقول ايه؟ منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في آسيا، ادي آسيا. هما خلاص سابوا غلطيا، سابوا فريجية، داخلين على آسيا. اسيا دي العاصمه بتاعتها افسس لما بيمنع عن بولس الرسول ان يتكلم في اسيا معناه انه يمنع ان يتكلم في افسس التي هي العاصمه هو هيرجع لها بعد كده بس الروح منعه وبعد كده يقول ايه فلما اتوا الى ميسيا ميسيا مش مكتوبه هنا ميسيا دي هنا فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثينيه بيثينيه دي فوق على فكره هي فوق بس يمكن تحت شويه ليه في بونتس هنا بنتس. اعلى كمان طيب هما كانوا وصلوا لكده الروح منعهم انهم يمشوا كده شايفين والروح منعهم انهم يمشوا كده يعني لا يطلعوا لفوق ولا يتقدموا لقدام ف يعني لما بتزنق هنا وهنا بروح ماشي كده ومش مش هرجع لورا فراحوا فعلا الى ميسيه فمروا على ميسيه يقول الكتاب في عدد ثمانية وانحضروا إلى ترواس في ترواس بقى هيجي له الرجل المجدوني في حلم أعبر إلينا وأعنا ومجدونية هي المنطقة دي اللي فيها فيليبي وفيها تسالونيكي وفيها بيرية المنطقة المهمة دي بيقول له أعبر إلينا وأعنا وده اللي حصل بعد كده يقول الكتاب في عدد 11 بعد الحلم يعني بعد رؤية الليل دي فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة وكلمة بالاستقامة في اليونانية معناها مباشرة دون تردد دون تعطيل دون مماطلة بالاستقامة إلى ساموسراكي اللي هي البلد دي أول بلد دي مجرد بلاد مرور يعني الهدف في النهاية المدينة الكبيرة دي ففاتوا على ساموسراكي ثم نيابوليس ومن نيابوليس إلى فيليبي دول ما بياخدوش عدد في يعني كلهم دول في عدد واحد جوه الكتاب المقدس فاقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامه الى ثاموسراكي وفي الغد الى نيابوليس ومن هناك الى فيليبي يشرح بقى فيليبي هي ايه هي اول مدينه من مقاطعه مقدونيه اول مدينه كبرى كل دول مقدونيين اول مدينه كبرى في مقدونيه في مقاطعه مقدونيه اهم مدينه ليه اهم مدينه ليقول الكتاب هي كولونيه يعني ايه يعني مستعمره رومانيه خلوا بالكم في هي المكان الوحيد اللي راح له بولس في الكرازه اللي ما فيهوش مجمع ليه لانها مدينه رومانيه ما فيهم ما فيهاش حد جوه الا اللي حامل الجنسيه الرومانيه معسكر روماني يعني اللي عايش هنا زي اللي عايش في روما بالظبط مع نفس الجنسيه مع نفس الباسبور بالمعنى العصري النهارده فالمقاطعه دي كولونية وفعلا بولس ما راحش مجمع لكن يقول الكتاب في أول سبت ذهب ناحية النهر ووجد نساء متعبدات وفعلا الكنيسة دي في بدايتها كانت مجموعة نساء طبعا بعد كده هنسمع عن رجال عظام بحسب رسالة فيليبي لكن البداية بتاعتها كانت هؤلاء النساء لما نقرأ هنا فأقمنا في هذه المدينة أياما وفي يوم السبت اللي هو يوم العبادة اللي هو يوم الرب بالنسبة لبولس أو يوم الكرازة بالمعنى الأحرى خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة في تلك المدينة أن تكون صلاة فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية طبعا مشهورة قوي ليدية بائعة الأرجوان وبعد كده المرأة العرافة ما هو فيليب دي فيها ثلاث حاجات ليدية في في صح 16 كلهم ليدية والمرأة العرافة دي والسجان فيليبي والفترة اللي قضاها هنا في السجن في فيليبي وطبعا المعجزة اللي حصلت والزلزلة وازاي كان المساجين ممكن يهربوا ومفيش حد هرب والسجان هناك وأهل بيته كلهم عرفوا الرب من فيليبي صح 16 عدد و... 17 عدد واحد يعني احنا ماشيين معاهم خطوه خطوه من فيليبي يذهب الى بوليس وثم أبولونية كل ده برضك مرور مرور للهدف الرئيسي تسالونيكي التي هي العاصمة بتاعة مجدونية دي في لبي مدينة مهمة جدا لأنها مدينة رومانية بامتياز يعني يعني بقول لك كل المواطنين اللي هناك بيتمتعوا بالجنسيه دي لكن تسالونيكا هي العاصمه وهي الاكبر عشان كده يقول الكتاب انه قضى هناك ثلاثه ثبوت قعد ثلاث اسابيع وهو ما بيحسبش الاسبوع الا بالسبت اللي هيدخل فيه المجمع عشان يتكلم فيه عن المسيح شوفوا بقى الكرازه دي بيقول فيها ايه فاكتزا في أم... آه... امفيبوليس وابولونيا واتيا الى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود فدخل بولس اليهم حسب عادته ما فيش سبت عارف يعني هو بيعمل رحلاته على السبت دي ما فيش سبت بيعدي من بولس الرسول كل سبت بيدخل المجمع ولما ما لقاش مجمع ذهب الى نحو يعني خارج المدينه الى نحو عشان النساء المتعبدات اللي هناك حسب عادته وكان يحاجهم يعني بيقول لهم الدليل والحجه والمنطق ثلاثة ثبوت من فين؟ من الكتب وبيكلم يهود كل اللي في المجمع ده هم يهود موضحا ومبينا انه كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات وان هذا هو المسيح يسوع الذي انا انادي لكم به فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بولس وسيلة. فانا هنا بولس قضى ثلاث اسابيع. في نهايه ثلاث اسابيع طردوه. جم يهود وقالوا له انت بتنادي بامور مرفوضه فطردوه فقدروا يعني يهرب منهم بولس ليلا الى بيريه. فالخطوه اللي بعد كده بيريه. الناس اللي في كده دول لما عرفوا ان هو راح لبيريه راحوا وراه كمان. يعني يقول الكتاب انه نزلوا الى بيريه عشان يطردوه من بيريه. لما طردوه من بيريه نزل الى اثينا. ايه اللي بيوقفني انا هنا بقى؟ ايه اللي بحاول اتعلمه من بولس الرسول؟ ايه اللي لازم نتعلمه من بولس الرسول هنا؟ انه لما عرف ان هو المستهدف مش مش الانجيل هو بشخصه المستهدف مش البشاره. فقال لي تيموساوس وسيلة افضلوا انتوا هنا انا هروح انا مش مهم يعني انا مش الهدف من الكرازة الهدف هو المسيح ففعلا يقول الكتاب ايه فلما علم اليهود الذين في تسالونيكي انه في بيرية ايضا مع انه هم طردوه من تسالونيكي البلد بتاعتهم انه في بيرية ايضا نادى بولس بكلمه الله جاءوا يهيجون الجموع هناك ايضا فهنازل ارسل الاخوه بولس للوقت ليذهب كما الى البحر. واما سيلا وتيموساوس فبقيا هناك، والذين صاحبوا بولس جاءوا به الى اثينا، ولما اخذوا وصيه الى سيلا وتيموساوس ان ياتيا اليه باسرع ما يمكن، الرسل دول بقى مضوا، يعني راحوا له تاني. فبولس قعد طول الاصحاح ده، بولس آه سيلا وتيموساوس مش معاه، هيقابلوه في كورنثوس بعد شويه. لكن طول ما هو في اثينا هو وحده. وبينما بولس انتظرهم في كان مستنيهم يجوا له بأسينا ما قدروش يعني وضح ان هما كملوا الرساله بتاعتهم اه ودي روعه رحلات بولس المرونه اللي فيها يعني قدره بولس على انه يتاقلم مع الاوضاع الاوضاع الطارئه المستمره في رحلاته يعني هو دايما في اوضاع طارئه يعني هو دايما في السجن مثلا هو دايما مطارد هو دايما بيحاولوا يرجموه ويخرج خارج المدينه يعني بولس عاش حياه صعبه جدا في كراسته آه للانجيل وبينما بولس ينتظرهما في اثينا وطبعا هما ما جالوش في اثينا زي ما هنشوف احتدت روحه فيه ازراء المدينه مملوءه اصناما واحده من اعظم خطابات بولس هي اللي في ناس بتحاول تقلل منها للاسف وتقول لا بولس ما كانش موفق دي واحده من اعظم خطابات بولس الرسول وفي رايي انا هي قمه مواجهه الفكر المسيحي للفلسفة اليونانية يعني ما فيش حاجة تضاهيها تاني وبولس الرسول في الخطاب بتاعه ده استخدم ثلاث شعراء يونان اللي هم بيؤمنوا بيهم اللي هم حافظين أشعارهم واستخدم ست كلمات يونانية لا يستخدمها, لا يستخدمها العهد الجديد في أي مكان تاني مرتبطة فقط بالفكر الفلسفة اليونانية واتكلم بوضوح عن المسيح يعني ابتدى بدايه انه الله هو يعني رب كل الخليقه دي لكن في النهايه كان اللي يهمه ان الناس تعرف المسيح نفسه. طبعا في ناس سمعت وناس عرفت وناس امنت لكن في الاصحاح اللي بعد كده بقى ذهب من اثينا الى كورنثوس. يقول الكتاب في في صح 18 انه بعد هذا مضى بولس من اثينا وجاء الى كورنثوس انضم بقى للكوكبه دي اكيلا وباريسكلا. شايفين يعني هو بيسيب ناس في مكان يو... وبعدين يضم ناس يعني هنا جاب تيموساوس هنا جاب اكيلا وبرسكيلا وبقوا جزء من الفريق الناس اللي خرجوا معاه غير الناس اللي هترجع معاه بردك دي المرونه بتاعت بولس دي استيعابه طبعا على فكره بولس كهدف بيحب يسيب القاده المحليين في مكانهم لكن دول مش قاده محليين اكيلا وبريسكيلا مش طب... مش من كورونسوس هم اصلا من روميا ولما حصل اضطهاد كبير في روميا اضطروا يسيبوا آه المدينة في عدد خمسة الشيء المهم ولما انحضر سيلا وتيموساوس من مقدونيا شايفين امتى بقى يعني بعد ما راح كرونسوس وبعد ما وعظ في كرونسوس وبعد ما ساب اثينا وهو كان سيبهم في بيرية لما انحضر سيلا وتيموساوس من مقدونيا المقصود بها طبعا بيرية زي ما قلت لكم بيرية تبع آه مقدونيا. اثينا تبع اليونان وكرونسوس عاصمة اخائية كويس نعرف ان دي مناطق مش مدن مختلفة طبعا كل دي مناطق ولما انحضر سيلا وتيموساوس من مكدونية وكان بولس منحصرا بروح مرة تحتد في روحه مرة منحصر بروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع قعد بقى بحسب كلمة ربنا هنا سنة ونص يقول الكتاب في عدد 11 فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله ست أشهر هنا سنة وست أشهر من ضمن الثلاث سنين بتاعة الرحلة دي طبعا حصل مشاكل كتيرة في الآخر تقريبا طردوا بولس اليهود بردك من كرونسوس في عدد 18 من اصحاح 18 واما بولس فلبس ايضا اياما كثيرا ثم ودع الاخوه وسافر في البحر الى سوريا يعني هو كان هنا يا جماعه ركزوا هو كان هنا وعايز يودع اللي هنا عشان رايح سوريا سوريا يعني انطاكيا مش سوريا يعني يعني يقصد رايح هنا فهو انا هعمل لكم خط وهمي كده المفروض هو ماشي كده فده المقصد النهائي من الرحله وهو طالع من هنا اقبل على افسس اولا ودخل افسس وتركهما هناك اللي هما اكيلا وبرسكيلا يعني خلوا بالكم اكيلا وبرسكيلا خرجوا معاه من هنا وسابهم هناك كمبشرين ليه واما هو فدخل المجمع وحاجة اليهود دي خامس مرة في سفر الاعمال ترتبط الكرازة بتاعة بولس بالمحاجة بالبرهان بالدليل بالاثبات وكلها اثباتات مرتبطة بكلمة الله واذ كانوا يطلبون ان يمكث عندهم زمانا اطول لم يجب يعني ما وافقهمش بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم في اورشليم لكن سارجع اليكم وده اللي حصل بعد كده بولس في رحلته الثالثه هيروح يقضي وقت طويل حوالي ثلاث سنين في افسس ولما نزل في قيصريه يبقى احنا هنا من افسس بقى من افسس ذهب الى قيصريه انتوا شايفين الخط ده ده كان هدفه النهايه انه يطلع من هنا من النقطه دي للنقطه دي لكن هو رايح ما فيش طريقه غير انه ياخد دي ما كده يذهب الى قيصريه المينا الكبير هنا ده ومن قيصريه يقول الكتاب صعد وسلم على الكنيسه. صعد يبقى الى اورشليم. طالما صعد يسلم على الكنيسه معناه انه صعد الى اورشليم. ومن اورشليم انحدر الى انطاكيا ودي نهايه الرحله. طيب اللي احنا مشينا وراه ده تقريبا ثلاث سنين ثلاث سنين ونص وما حسيناش بيها. اللي يخلي التاريخ ده والرحله دي ليها معنى الرسائل يعني لازم الاماكن اللي راحها دي اللي قعد فيها سنه وسنه ونص زي كرونسوس لازم نقرا الرساله الاولى والثانيه ونشوف الامور اللي كانت على قلبه وما قدرش او ما لحقش في السنه ونص دي يقولها ونشوف الامور اللي عند كرونسوس ما كانتش قادره تقولها له فهو بيلحقهم بالقضايا دي انا قلت لكم ان انا عايز ارجع اشوف فكره بولس الرسول في رسالته مضمون الرسالة بسيط قوي مسيح ويسوع يسوع هو المسيح أخذ ثلاث سنين في العربية يدرس العهد القديم عشان يخرج, يخرج بالمعادلة دي يخرج بالخلاصة دي بس أنا مش عايزك تؤمن إلا بدي هي هو ده ده الإنجيل ده خلاصة الإنجيل أنا هقعد أحاج ثلاث ثبوت معاك أنا هقعد معاك سنة ونص هدفي في النهايه ان تؤمن ان تقتنع ان تقبل ان يسوع هو المسيح وان الذي انت تنتظره كيهودي هو الذي جاء والذي انت صلبته فما تنتظرش غيره يسوع التاريخي يسوع المصلوب هو المسيح المنتظر لو وصلنا للكونكلوجن ده لو وصلنا للخلاصه دي لو اتفقنا على كده هي دي كل بشرطي بالإنجيل هو ده الإنجيل بالنسبة لي أن يسوع هو المسيح وزي ما قلت لكم من أيام دمشق من أيام ما عرف المسيح وهو في كنائس دمشق كان بيقول لهم الكلمة دي أن يسوع هو المسيح ونفس الكلام قاله في تسالونيكي في كورنثوس في أي مكان كان بيروح يقول لهم أنا عايزكم تعرفوا بساطة الإنجيل اللي أنا جايبيه هقعد سنين معاكم هقعد أسابيع معاكم هقنعكم بحاجة واحدة عندي هدف واحد عندي رسالة واحدة عندي إنجيل واحد أن يسوع هو المسيح والسؤال لكل واحد بيسمعني النهاردة هل عندك الإيمان ده؟ أنا يسوع هو المسيح المسيح, المسيح المنتظر هو يسوع المخلص وإنت استمتعت بالخلاص ده قبلت الخلاص ده أمنت بيه بتعيش فيه بتنادي بيه أنا بصلي لي وليكم إنه ما تبقاش مجرد معلومات أو حاجة بنحوشها لنفسنا لكن حاجة بنعلنها لكل العالم زي ما عمل بولس الرسول وإلى اللقاء في حلقات قادمة